الو 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 دكتور، ممكن استفسار؟ الو دكتور، للإجابة على كافة أسئلتكم الصحية طبيبكم على المباشر مع الدكتور حجيج كل سبت من 26 ل 20. الو دكتور، صحتكم تهمكم وتهمنا على أمواج إذاعة مستغرب. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. نعم، راكم في حصتكم ألو دكتور، والحصة تاع اليوم كما أشرنا في الحصة الماضية هي على الحلول للإدمان عن الألعاب الإلكترونية. بصح قبل غادي نسقسيكم، اللي مازال ما تفاكسيناش تفاكسينا، ماذا بكم؟ ما تنساوش أنه الوقاية تاعكم كامل الجميع راهي تجي من كل شخص يدير التلقيح نتاعه. إذن رجعوا إلى الموضوع هذا اللي هو في الحقيقة يهم كثرة تاع الوالدين اللي عندهم أطفال. فإذا كان هذا الطفل تاعك يدير أكثر من زوج سوايع وهو في لاصق في ذيك الشاشة البورتابل أو التابلت ومع الألعاب هذه الإلكترونية، فرانا تكلمنا المرة اللي فاتت باللي كاين ضرر، وهذاك الضرر يكون بسيكولوجي لأنه راه يقع هشاشة اللي يقدر يدير انهيار عصبي أو يبدأ يتقلق بزاف، وكاين كذلك فيزيائي لأنه يبدأ ما يتحركش، ما يديرش سبور، ما ينقص الأوقات تاعو تاع النوم، إذن الصحة تاعو تبدأ تتأثر. وعلى هذيك يليقنا نصيبوا حل، وهذه الحلول اللي غادي نشوفوها الآن. ومعي في هذه الحصة كما المرة اللي فاتت مدام بوشيشي سميرة، اللي هي أخصائية نفسية عيادية سيكولوج كلينيسيان، وتحدث خطرة اللي فاتت إلى تقدري تعاودي تفكرينا الخلاصة تاع الحصة اللي فاتت باش نقدروا نكملوا ونعطوا هذه النصائح. هذه المرة تقدروا تشاركوا معنا في هذه الحصة عبر الرقمين الهاتفيين اللي هما 045-41-14-14 أو 045-41-15-15. مساء الخير. مساء النور دكتور حجيج، مساء الأنوار مستمعينا الكرام. فقد أصحح لك اسمي دكتور حجيج، سي مدام بوشيخي بوشيشي بوشيشي. نذكر مستمعينا الكرام انه الحصه اللي تطرقنا لها المره اللي فاتت كانت حول الادمان الالكتروني، وعرفناه على انه هو الاستعمال المفرط او الاستعمال المبالغ فيه للشاشه بكل انواعها. يعني كما قلنا انه الشاشه فيها الكمبيوتر، فيها التلفزيون، فيها البورتابل، فيها الايباد، يعني بكل مختلف انواع لي زيكرون اللي كاينين عندنا. هذا الادمان الالكتروني سواء كان عند الطفل، عند المراهق او عند الراشد، كيفاش نعرف انه موجود او ما هي الاعراض اللي قادر نلاحظها عليه؟ بدايه او الحاجه الاولى اللي ذكرناها انه يكون فيه انعزال. الطفل أو المراهق أو الابن أو البنت التاعي يقوم بغلق الباب على نفسه، يخرج من الطاولة، ما يكونش فيه عنده أصدقاء، ينعزل يعني إلى درجة كبيرة، يقضي وقت كبير أمام هذه الشاشات، ممكن أنها تتعدى إلى ساعتين في اليوم بما يعادل 35 إلى 40 ساعة أسبوعيا. إذا لاحظت أنه الطفل التاعي أو أنه المراهق التاعي تعدى هذا العدد المبالغ به من الساعات أمام هذه الشاشات، إذن علينا الحيطة والحذر والبحث عن الأسباب التي تترك هذا الابن أو هذه البنت أمام هذه الشاشة. الإدمان الإلكتروني ما راهوش فقط الألعاب الإلكترونية، ولكن كنا قلنا أنه أنواع مختلفة، اللي هي الألعاب أصلا فيها أنواع مختلفة، لازمنا نشوفوا فيها المحتوى، لازمنا نراقبوا فيها العمر أو السن تاع الطفل اللي راه يشاهد فيها. عندنا كذلك الإدمان على صفحات التواصل الاجتماعي بكل أنواعه أو الإنترنت، ونقدر نقولوا أنه الإدمان الإلكتروني على الإنترنت، مادام الانترنت راهي عصر راهي لغه العصر الحالي، دونك سي كو فيها الاشياء المليحه اللي فادتنا وفيها الاشياء المليحه اللي قضات لنا تقريبا على العمر الزهور تاع الاولاد تاعنا. دونك هذه هي. نعم، كذلك احنا بحثنا شويه وصلنا باللي المعدل
تاع ما بين الصفر الى 3 سنين لهاد الاطفال باش يشوفوا هاد لي زيكرون باش يقعدوا لاصقين في لي زيكرون هو صفر. يليقت طفل ما بين صفر وثلاث سنوات ما يقربش هاد الوسائل لأنها ماشي مليحة لصحته. أما ما بين ثلاث سنين وست سنين وسبع سنين إلى 15 عام فهي الأقل أفضل، لأنه ما تفوتش ساعة أو ساعتين، ولكن الأفضل أنه ينقص من هذا الوقت لأنه راه غادي تلصق فيه ويوقع فيه هذا الإدمان اللي هو كما الإدمان تاع المخدرات، لأن هذا الألعاب راه فيها واحد الشيء اللي يخليه دائما يرجع كل إدمان، لأنه يرجع لأنه يحس روحه غادي يربح المرة الجاية، دائما فيها إرغاء يحفزوه باش يعاود يلعب ويعاود يضيع الوقت تاعو والوقت تاع التواصل تاع المجتمع. نعم فقط دكتور، باش كي نزيدو فقط نشرحو أو نوضحو للمستمع أو للأب ولا الأم أنه من صفر إلى ثلاث سنوات، علاش نقولو يكون فيه صفر شاشة؟ لأنه في هذه المرحلة العمرية بالذات هنايا دماغ الطفل راهو في نمو مستمر، إذا عرضناه مع هذه الشاشة دونك أي مهارة ما يقدرش يتعلمها. كذلك من ثلاث سنوات إلى ست سنوات كاين عندنا حاجة اسمها الإبداع والخيال. الطفل إذا عرضناه بصفة مستمرة أو بصفة مبالغ فيها إلى هذه الشاشة رايحين نقضوا على مهارة الإبداع وعلى مهارة التخيل اللي تقدر أنها تساعد في التفكير مستقبلا. دونك هذا غير فقط باش كي نحصروا لماذا في هذه السنوات بالذات ما لازمناش نعرضوا أطفالنا للمختلف أنواع الشاشات. نعم كذلك الوقت اللي يديره قدام الشاشة راه ما يديرش الرياضة ويبدأ يزيد في الوزن وراه يتعرض إلى السمنة والأمراض، مرض السكر ولا الأمراض المختلفة اللي تقدر تجيه. إذن نبدأ بالحلول. هل نعطيك مثال كاين اللي سمعنا كيما هاك ضرر الولد تاعو او البنت تاعو او الاولياء هادو سمعونا قال اي حبس كل شيء قطع كل شيء طفي الانترنت قلع لا تابلت، هل هذا معقول ويقدر يوصل الى نتيجه؟ ليس بهذا الطريقة أو بهذا الشكل، لأنه كي نبحث عن حل لازم نبحث عن حل لين يساعدني كأب وكأم ويساعد أطفالي في نفس الوقت، ماشي أني مجرد ما أقول أنه الشاشة تضر الطفل دونك سيكون روح نقلحها بطريقة تكون, تكون, تكون بالغصب. الحل الأساسي إحنا أصلا رانا ديجا قلناه اللي هو الحل الوقائي، يعني رانا قلنا رانا عطينا كقاعدة من صفر إلى ثلاث سنوات واش ندير، من ثلاث سنوات إلى ست هذه تبقى كحل وقائي إذا كان طفلي مازال ما وصلش لهذه المرحلة وهذا السن المعين، دونك راني عمرت راسي أنه ما لازم ليش نحطه أو نعرضه إلى هذا الشاشة. بالنسبة إذا كان طفلي فعلا كما كنا قلنا إذا لاحظت أنه الطفل التاعي بدأت تبان عليه بعض الأعراض كما قلنا الإنعزال، ضعف التحصيل الدراسي تاعه، تشوفه ككئيب، تشوفه حزين، تشوفه ما عندوش أصحابه ما عندوش، دونك هنا وين لازم لي نتدخل كبداية نروح نبحث عن السبب قبل ما نعالج العارض اللي راني لاحظته على الابن تاعي. السبب الأساسي اللي خلى بنتي أو ولدي أنه يدمن على هذه الألعاب الإلكترونية أو على صفحات التواصل الاجتماعي، السبب الأساسي موجود داخل العائلة. كي نبحث عن السبب إذا كان مثلا فيه وجود اضطرابات علائقية ما بين الوالدين في حد ذاتهم أو ما بين الأب والطفل أو ما بين الأم والابن تاعها، نروح ونحاولوا أننا نصلحوا هذه الاضطرابات العلائقية أو هذه المشاكل كمشاكل الانفصال مثلا اللي تكون كاينة في العائلات، نروح نحاولوا نعالجوا هذه الاضطرابات اللي لاحظوها قبل ما نروح نعالج العرض اللي شفته عند ولدي. لأنه الطفل علاش نقولوا يروح للإدمان أو علاش يروح إلى حاجة أخرى؟ لأنه راهو يبحث عن من يحتويه، عنده فراغ عاطفي معين وسط العائلة، خصها شكون اللي يضمه، خصها شكون اللي يسمع له. إذا لقى هذيك الدردشة مثلا على صفحات التواصل الاجتماعي دونك راه لاقي المبتغى تاعه أو الحاجة اللي راهي ناقصته، دونك سيكو الإدمان أو الشاشة هنايا تصبح كبديل لهذه العائلة اللي ما راهيش تسمع له أو اللي ما راهيش مثلا جايبة عليه. وممكن في نفس الوقت أنه يكون في هذا الطفل مدلل إلى درجة كبيرة، أني أعطيت له حب إلى درجة كبيرة وراني طلقت له الطريق وخليت له السراح ونخليه يدير واش ما يحب. دونك سيكو هنايا ما راهيش كاينة على الأقل رقابة داخل العائلة، المهم راك مسكتني الحاجة اللي راك باغيها دونك سيكو نخليك تديرها. سيكو هنا كأول حل نقترحوه كما قلنا أننا نروح نبحث دائما عن السبب قبل ما نروح نعالجوا العرض، دونك هذه كبداية. إذا فهمت هي أنه الواحد دائما يسقسي نفسه والعلاقة تاعه مع الأطفال تاعه، راه يهضر معهم
إلا ما راش يهضر معهم ما يلعبش معهم ما يتعلمش من عندهم ومن عنده، راه غادي يروحوا الوسائل الأخرى اللي هي هاد الشاشات باش يتلهوا، ومن يتلهوا يدخلوا في عالم آخر اللي هو غير عقلاني ويكون فيرتوال. المشكل الآن هو كاين بعض الأولياء اللي راه ترونكيل، ما راش جايب لي زقا مع الجيران، ما راش جايب لي زقا في الدار، إذا نخليه كيما راه. وهاد الناس اللي يخلوا لأنه مباشرة ما كانش أزمة، هل هذا ما راش يدس مشكلة كبيرة من بعد؟ أكيد أكيد، لأنه هذه من نتائج الإدمان أو التعرض المفرط للشاشة. أكيد أنه هذا الطفل بيسك ما كانش حوار في العائلة، إذا لاحظنا مرات أنه كان بعض العائلات حتى على طاولة الأكل كل واحد رفض البورتابل ولا الطابلة تاعه قدامه، دونك ما كانش حوار ما كانش حديث في وسط العائلة، بدت تلقى أنه كاين انفصال أسري. دونك سيكو هنا هذا الأب يا هل ترى يخلي الإبن تاعه كما راهي كما راه يلاحظ فيه او كما راه يشوف فيه راه رايح للتهلكه؟ دونك سيكو الاب يبدا بنفسه قبل، كما قلنا نحوسوا على السبب، الاب يبدا بنفسه قبل او الام تبدا بنفسها قبل. واش لازم لي انا ندير باش كي نقدر نرجع ولدي كما كان من قبل للحضن تاعي اللي راهو خاصه؟ دونك هنايا ما نروحش نحيلو هذيك الشاشه كما قلنا طريقه الغصب، يعني تاع بالسيف تجيب هنايا حطه هنايا او نحرمه. كاين اللي واش يدير؟ يروح بيسك تبدا الدراسه مثلا، يروح يرفد هذاك لو بورتاب يحرمه منه يخبيه، يقول له دونك ما تقدرش باش كي تخدم به سي باسكو القرايه بدات سي باسكو كذا، يروح للحرمان والعقاب بلا ما يفهم الطفل شكاين. دونك حنا شكاين هنايا كاين حاجه اسمها غياب الحوار. الوالدين يحاولوا هنايا باش كيعاودوا يبنوا اساس الحوار، نطبطب على ولدي او ندخل في ولدي في المكان اللي راه فيه اللي راه يلعب فيه او اللي راه يتبع فيه هذه الشاشه، ما نروحش نقول له حطه بالامر بصيغه الامر، لان كل ما نستعمل صيغه الامر ما عندها حتى نتيجه غادي تجيبها. دونك سي كون نروح نبدل الصيغه كلمه حطه، ولدي نجي نلعب معاك مثلا، ولدي نجي نشوف معاك شارك تشوف، باسكو لازمنا نكونوا دائما عارفين المحتوى البرنامج اللي راه يلاحظ فيه ابني، لانه قادر طفل صغير مثلا مولا 5 سنوات شقلنا في البدايه اننا نشوفوا السن ومحتوى البرنامج او اللعبه اللي راه معها الطفل. مثلا قادر الطفل مولا 6 سنوات 7 سنوات تلقاه يلعب في لعبه يكون السن تاعها ما فوق 18 مثلا، كما هذيك اللعبه تاع فير فاير تلقى كاع الاطفال يلعبوا فيها، بصح المحتوى احنا ما راناش شايفين مليح المحتوى كي بلي راه محتوى عنيف محتوى عدوانيه، قادر يوصل انه هذا الطفل تكون عنده نزعه عدوانيه، وحتى اننا رانا نعلموا فيه العنف ونعلموا فيه الاجرام عن طريق هذا القتل اللي يشوفوا في هذه الالعاب الالكترونيه. ما بين هذيك اللعبه واللعبه كاين اشهارات تخرج. دونك علاه الوالدين اللي يكونوا شايفين كاشهارات واش من اشهار واش من بيبليسيتي راهي تخرج له في هذيك اللعبه، لانه ممكن المحتوى يكون صادم للطفل كي يشوف المحتوى هذاك الاشهار. دونك سيكو هنا رانا اصلا نعطوا له صوره صدميه للدماغ تاعو، هو ما راهش فاهم واش شاف، لكن ممكن انها تاثر عليه من بعدها. شا قلنا انه يكون كاين فيه كوابيس، يكون كاين فيه ارق، يكون كاين فيه اضطرابات تاع النوم. سيكو هنا نروح مع الابن تاعي نشوف، نطلب منه باش كي نشوف معاه المحتوى، في النهار الاول غادي يرفض، نهار الزواج غادي يرفض، لكن النهار الثالث بمجرد ما اني الين حديثي، ما قلنا ما يكونش بصيغه الامر، الين الحديث تاعي اتحدث معه بكلام لين، الطفل هنايا بشويه غادي نقدر نجيبه وندخل معاه للعالم تاعه، باسكو لازم لي ندخل للعالم الافتراضي تاعه نشوف اش راه يدير، ماشي من البعيد بلا ما راني عارف هذيك القوقعة اللي ابني راهو فيها شرح كاين فيها ونبقى نأمر فيه. ثاني كي نروح للعقاب او للحرمان اني نحي له ولا اني نعاقبه، الطفل خصوصا اذا كان مراهق واش تلقاه يدير؟ قادر يوصل يتخبى، قادر يوصل حتى انه الى السرقة مثلا، انه يسرق دراهم باش كي يقدر يروح على برا يلعب هاد الصوالح برا او يخلص اطفال ولا اصحابه وخدخرين باش كي يقدر يعاود يدخل لهذه اللعبه، انه يكمل كما هو يقول لك البارتيه تاعي نحيتيها لي ولا ضيعتي لي دراهم، ولا يروح يعاود يشحن برا عند شخص اخر. دونك سيكو من 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 ما نستعملوش هذه الطريقه الغصب هذه، لازمني دائما نكون لين مع ابني. نعم، تقدروا تشاركوا معنا في هذه الحصه عبر رقم الهاتف 0-45-41-14-14، ويستقبلكم أخي إسكندر اللي راه معنا في العارضة ومش مشكور. هنا حقيقة شيء أمر صعب، لأنه الآن راهم هاد الألعاب في لي بورتابل، وهاد لي بورتابل
يتقدروا يدخلوا في كل مكان، وما تقدرش تكون مع الطفل تاعك في كل أماكن هذه. هل الحلول الأخرى اللي نقدروا نستعملوها هو أنه قبل ما تمد له تدير معاه أن كونترا، تفاهم معاه قبل ما تكونوا متفاهمين، قال أودي اللعب أوقات، كان أوقات اللي لعبوا فيهم، هاك نلعب معك، راه كاين مكالمة نأخذها. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، معكم فتحي من تنس. أهلا مرحبا. مرحبا سي فتحي، مرحبا بكم. الله يحفظكم. كي راها تنس؟ والله الحمد لله، لا كل مو راني فيزيت عندكم في مصالح. مرحبا بك. مرحبا بك. الله يحفظك. إذا سمحتوا لي بغيت أشارك معكم برك شيء. الموضوع أنا عندي صحابي ما همش صغار ولا أدوليسون، والله غير كبار، وراهم داخلين في هذو ليشو هذو تاع الفري فاير وبوبجي. نعم. زعما ملاحظه شتهم باللي غراف، كاين اللي سامح في ولاده، كاين اللي سامح في عائلته، كاين اللي سامح. ديجا انا عندي صاحبي ديفو نعيط له في التليفون 3 فوا 4 فوا ما يردش عليا، ومن بعد كي نتلاقاه نقول له على ما لي فونديتش عليا، يقول لي ديجا انت ديرونجيتني، كنت نلعب وخطف لي بارتي وكاع. انا تبان لي الادمان ما راهش غير للاولاد الصغار، حتى ناس كبار وراهم مدمنين على هذا لي جو هذا. جاي نسقسيك غير سؤال، هادو من وين تا كانوا يلعبوا لي جو؟ صحابي هي شوف ملي كانوا صغار بدات مع البلاي ستيشن، وبعد بدات ملي صار دوجو هذوك ملي كنا صغار، وبداو عبر مراحل عبر مراحل تدرج. والله حتى اللي كبروا ومازالوا دروك مرتبطين بهذا لي جو هذو، مأثرين عليهم في الحياه اليوميه تاعهم، كبروا لهم حتى في مشاكل مع الازواج تاعهم مع العائله تاعهم. واسكي حاولت انك تنصحهم اخي الكريم؟ انا دي خطرات حتى نلحقوا الخلافات. خلافات بينك وبينهم، خاطر يأثروا مام العلاقه تاعك بينك وبين صاحبك، دي فوا تحتاجه ولا دي فوا يكون عندكم شغل باش تروحوا دي بلاصه ولا كاش بلاصه ولا هذا اللي جو هذا يأثر عليك، يدير لك الروتار على جال جو. بالي انا يا سي بيزار والله لا يولي اوت، بلاك اوت كاع تما يولي هذا الشخص. الادمان هذا هو في الحقيقه الادمان، يخلي الواحد غير ماهوش صالح في عائلته، ماهوش صالح في المجتمع، ماهوش صالح يقعد في لاهي متلها يتلها. هذه اللي بغيت نخبركم عليها، خاطر الادمان من الصغر حتى اللي يكبروا يبقى مؤثر عليهم. افي سما يلفو الانسان يعالجه في اقرب وقت ممكن، وان شاء الله بارك الله فيك يحفظنا كامل ان شاء الله. شكرا. بارك الله فيك. إذن وحقيقة الإدمان راه تكلمنا خطرة اللي فاتت، راه مرض من الأمراض رقم 11 من المنظمة العالمية للصحة، لأنها راه يتأدي إلى هاد الخسارة في العمل تاعو، خسارة مع العائلة تاعو، ربما ولاده ما على بالهش كي راه صار لهم. هذا الشيء مشكلة كبيرة هنايا. في كاين بعض الأحيان متابعة طبية لهذا المرضى اللي فيها علاج بسيكو كومبورتمونتال، ويطول باش يوخر من هذا. حتى كيما نلاحظوا الاخ الكريم كان قال كي بلي كان فيه تدرج، يعني بداوها من بلاي ستيشن كيما كانت بكري، دونك من مرحله الى مرحله، وهذا هو الادمان الاساسي، يخلي دائما عندك هذاك الشغف باش انك تزيد تشوف حاجه اعلى درجه من المرحله اللي كنت فيها. وهذا الراشدين كيما كان يقول كي بلي عندهم ازواج وعندهم عائلات وسمحوا فيهم، دونك هذه هي من نتائج الأساسية تاع الإدمان الإلكتروني، أنه يسمح في عائلته، لكن في نفس الوقت كاين ما بين قوسين كاين حاجة أنه هذا الشخص أو هذا الراشد اللي راهو مدمن عايش حاجة اسمها الشعور بالذنب، ما يقدرش يهدر عليه، ما يقدرش يهدر عليه، بس كي راهو عارف روحه راه مقصر اتجاه أولاده أو اتجاه الزوجة تاعه أو اتجاه الأهل تاعه، عايش هذيك المرحلة تاع الشعور بالذنب، دائما تلقاه يلوم في نفسه، لكن ماشي قادر يساعد نفسه باش يعاود يرجع كما كان من قبل، بس كي علاش الإدمان خلاص عشش له على راسه. حتى لو كان يعني نروحوا نديروا صورة مقطعية للدماغ تاع هذا الإدمان الإلكتروني أو هذا الراشد المدمن، رايحين نلقاو نفس الشيء اللي يحسه المدمن عن طريق المخدرات هو نفس الشيء اللي موجود عند المدمن على الانترنت او على صفحات التواصل الاجتماعي. دونك حنا نحيوا هذا الاخ اللي كان شاف هذه الملاحظات كاكا، وحاول انه ينبه، يعني حتى هو راه يعاني في علاقته مع زملائه، حتى هو راه يعاني. دونك راك تشوف كي بلي رجال كي بلي حتى الخدمه تاعهم خلاوها، دونك سكو حتى الحفاظ على المواعيد، احترام المواعيد، احترام اوقات العمل، دونك حتى كامل هذا الشيء راهم سامحين فيه في خاطر هذه الالعاب الالكترونيه اللي راهم متواصلين فيها ما بيناتهم. السؤال المطروح هنايا هي وينتا يليق مساعده،
وانت الاهل او الوالدين او الاقارب يحسوا انه هنا دخلنا في مشكله ويليق نحلوا هذه المشكله بمساعده صحيه او طبيه او بسيكولوجيه. هو باش كي يطلب المساعده قليل وين غادي تلقاها، انه غادي يستعرف بلي راه عنده ادمان. اذا طلب المساعده دونك هنايا راه عنده الرغبه باش كي يخرج، هو قليل وين غادي يطلبها. لكن حنا شكنا نقولوه من قبل، الحاجه اللي نلاحظوا عليه كي نشوفوه انه ينعزل، انه يولي غير مهتم بالهندام تاعو مثلا، بالنظافه الشخصيه تاعو مثلا. بس كي علاش غادي يبقى دائما الحكره في دماغه هذيك الشاشه اللي راهو متعرض عليها. دونك هنايا حتى الاكل تاعه قادر انه يكون عنده اضطراب في الشهيه، يا اما انه يكون ياكل بشراهه وامام هذيك الشاشه، وهنا وين غادي يزيد في السمنه، وحتى اذا كان ممكن قادر حتى هنا نوصلوا الى امراض جسديه اخرى كالداء السكري مثلا، ولا اننا نلقاو انه ما يرجعش اطلاقا ياكل، انه كما قلنا يهرب من المائده، فيما ياكل في الطبسي مع العائله تلقاه يرفض لي ساندويتش تاعو ويروح راهو قاعد امام الشاشه وراهو ياكل. والعقل اللي نعرفو كي بلي انه العقل تاعنا ما يقدرش يقوم بوظيفتين في نفس الوقت، يعني انه يهضم الاكل وانه راهو يخدم يقوم بعمليه التركيز وراهو يلعب في هذيك اللعبه او راهو متواصل في هذيك الدردشه. دونك هنا رايحين نقومو بعمليه خلط الجهاز العصبي تاعنا، سي بوغ سا تبان لنا هذه الامراض ولا هذه الاضطرابات الجسديه من بعدها. دونك باش نقارعوا من عنده المساعده، هو ما راهش غادي يساعد. هنا وين يجي دور التوعيه والتحسيس، سواء في المدرسه، يعني المدارس تاعنا راهي كما قال لك راه الله يبارك، احنا ماذا بينا تكون فيه توعيه والتحسيس من طرف المعلمين او كبرنامج او من طرف حتى جمعيات اولياء التلاميذ مثلا، انهم قادرين يديروا كبرامج معينه. راهم عندنا لي بسيكولوج مثلا في لي زودياس اللي راهم تابعين للمدارس تاعنا، قادرين هنا وين تدخل دور التوعيه. باسكو الادمان الالكتروني كما كنت قلت راهو مصنف ماشي فقط في منظمه الصحه العالميه، وانما حتى في الدليل الاحصائي التشخيصي لمختلف الاضطرابات النفسيه والعقليه، يعني راهو دخل كاضطراب عقلي نفسي. دونك سيكو راهو موجود، ولاحظنا عبر العالم يعني فيه تزايد. فيه الناس اللي قامت حتى بالانتحار. نعم لا فيه الناس كما مانيش عارف اذا راك عارف تاع اثنين زوجين صينيين اللي كانوا يلعبوا في لعبه من الالعاب ونساو باش يوكلوا الرضيعه تاعهم، ماتت عن طريق الجوع. هذه من اشياء اللي تقدر تكون هذه من النتائج هذه اللي قادره تكون عن طريق هذا الادمان الالكتروني. على بها احنا ما نقارعوش الشخص حتى يطلب المساعده، اذا لاحظنا نحاولوا اننا ننصحوه. هي علاش درجنا هذا الموضوع في هذه الحصه، لان انا حسب لي راني نشوف هي كثير من الناس ما فاقوش انه خطر ليهم والمحيط تاعهم، وهذا الخطر لانه صامت راه يلعب ولكن ما شافوش انه غادي هذاك الادمان يوصلوا، ما يخدمش مليح، ما يقراش مليح، ما ياكلش مليح، العلاقات تاعه مع المحيط تاعه تنقص، وهنا ندخلوا في مشكله كبيره اللي تخلي انه ينقص المردود تاعه في المجتمع. الشيء الآخر هو هل المتابعة تاع هاد المرضى، نسميهم مرضى أو هاد المضطربين، طلب وقت طويل باش يرفع عن ويولي واحد عادي؟ نفضل أننا ما نعطولهمش تسمية مرضى أو تسمية المضطرب، لأنه الخلفية الثقافية تاعنا تولي خصوصا يعني في الجانب في الاضطراب النفسي ولا العقلي ولا مرفوضة تقريبا خصوصا هنا في الولايات. ولكن يليق له يعرف واش راه. هنا إذا هو ما طلبش المساعدة، واش قلنا دوك يجي دور الأسرة، هو عدرنا الدور الوقائي، دوك غادي نروحوا للدور الإرشادي أو الدور التوجيهي تاع الأسرة. الأسرة تاعها هي اللي لازم لها توجهه، هذا إذا كان شخص راشد كبير. لكن إذا كان طفل مانيش غادي كذلك رايح نحاول معاه، كما قبيله كنت تفضلت وذكرت وقلت انه يكون فيه برنامج معين، يكون فيه برنامج تحفيزي. قال يا ولدي كما دوك راهي جات مثلا الرياضه او الدراسه راهي كاينه، دوك مع الدخول المدرسي ما رانيش غادي نخلي الطفل تاعي في لا جورني بهذاك لو بورتابل تاعو، دونك غادي ندير له وقت، ما نقلعو ما نحيهولوش نهائيا، لكن ندير له وقت. وهنا غادي نقول للاولياء هنايا حذاري، ماشي غير يخرج الطفل من المدرسه تمتم نروح نعطي له الطابلات ولا نعطي له لو بورتابل باش كيشدو، باسكو علاش ما يقراش
بس الدماغ تاعو يكون ديجا كان في المدرسة، معناته المعلومات راهي كثيرة. يعاود يجي غير يخرج يروح يرفد لو بورتابل فيه المعلومة السريعة ولا القراءة السريعة ولا التصفح السريع، هذا غادي يعيد الدماغ تاعه. حتى لو كان تعطي له ساعة من بعد اللي انه يخرج من المدرسة ويروح انه يقرأ قرايته، غادي يكون عيا الدماغ تاعو هنا، خلاص يكون فشل وما يقدرش يرفد ولا يتذكر معلومات اخرى. دونك هنا كان نصيحة للوالدين، ندير وقت لولدي على الاقل يكون بالويكند بيوم الجمعه والسبت، نحدد له على حسب العمر تاعو، قال عندك ساعه، لكن من الاحسن في ايام الاسبوع ولا ايام الدراسه انه هذاك الوقت ننحيه، الا اذا كان الطفل كامل هذا فصل الصيف كان دائما مع هذاك لو بورتابل، كي بدا دروك الدراسه نبدا نقص له في الوقت تدريجي، كان ساعتين نخليه له ساعه، ومن بعد حتى نرده له نص ساعه حتى يوصل الى ربع ساعه، ومن بعد نخليه له فقط بالويكند، يعني نروحوا طريقة تدريجية، طريقة إنقاص الوقت بطريقة تدريجية، ما نحيهولوش تماما، لأنه كي تنحيهولو تماما وتقولو هذيك صالحة ممنوع، احنا عندنا كل ممنوع مرغوب ايه، والطفل غادي يروح دائما يحوس على الممنوع بأي شكل، مجرد ما تحط له بورتابل تاعك غادي يرفضو. هل طريقة التحفيز في قرايته إذن عندك لا بوسيبيتي ولا تقدر تلعب هذا لي جو مادام النتيجة تاعك تاع القراية راهي تزيد، وإلا نقصت تنقص؟ نعم. هل هذه الطريقة إنه هو رغب في هذه الألعاب، هل هذه طريقة التحفيز طريقة اللي تخلينا نتفادوا من ليشيك سكولار أو الرسوب التعليم تاعو باش ما يخسرش في قرايته؟ نعم تكون كطريقة مساعدة، لكن ماشي كل الوقت ولا معظم الوقت نستعملوها معها، بس كحنا الفايدة اللي رانا نحوسوا عليها سيكو إنه ننحي لابني كل مختلف الشاشات اللي راهي كاينه، نقدروا نستعملوها كطريقه تحفيزيه مؤقته الى حين انه يرجع للتوازن تاعه. كي نحافظ على التوازن تاعه نحاول اني نجيب له برنامج تحفيزي اخر، هي اننا انا نعطيها لكم هذه كنصيحه، انه الشاشه ما تكونش اطلاقا موجوده في غرفه النوم تاع الاطفال، باسكو بمجرد ما يشوف مثلا يشوف غير ليكرون قدامه تاع لغه ولا تاع التلفزيون مثلا، غير هذاك خلاص توجور مين يجي راقد راه يشوف فيه، ولا خطات حنا الغلطه اللي نديروها نخلو داك الضوء الاحمر شاعل، مجرد الطفل ما راه يشوف فيه دونك سيكو راهو داير في باله غادي يشوف، غادي نشوف وغادي نلعب، نصفي هنا ما درت والو. من الاحسن انه اي حاجه عندها علاقه مع الشاشه نخرجوها من الغرفه اللي يكون يرقد فيها هذاك الطفل. هل الهدف صفر شاشه معقول؟ سؤال جذاب. نعم هي من نقدرش نقولوا عليه دكتور معقول 100%، باسكو رانا في عصر التكنولوجيا الرقميه، عصر الانترنت بقدر ما هي مفيده بقدر ما هي مضره، ولكن عند الاطفال هنا الاطفال هادو مشكله، لانه ما يعرفوش الوقات باش يعرفوا وين تيحبسوا، وهنا هو يدخل الادمان يدخل وين يبير لو كونترول، ما يقدرش يتحكم في اللعب تاعو، سي اللعب اللي راه يتحكم فيه. نعم. وهنا مشكله هنا عند الاطفال. انا اظن انه الهدف تاعنا وياريت يكون واقعي، وما نظنش يكون واقعي، لان الشاشه رانا نلاحظوها في كل اماكن، والا بلعناها في الدار راه يصيبها برا، على هذيك يليق المعقول، يليق نحوسوا على شيء معقول اللي هو اقل شاشه ممكن، هذا هو الهدف. نعم دكتور حاجيج، احنا دائما نحاولوا باش كي نحوسوا على وقت قليل من استعمالنا لهذه الشاشات، باش هذا الطفل كما كنا نقولوا في البرنامج التحفيزيين اللي كاينين، كاين حاجه احنا اللي بعدنا عليها مثلا هي المطالعه. نعم الكتب. الكتب بعدنا عليها تماما، حتى قراءة الكتب ولا قراءة القصص رانا نلقاوها على شكل PDF، نقراوها على شكل PDF. إذا حبيت أني ندي الإفادة من هذا الانترنت ولا من هذه الشاشة، نقدر نطلع قصة معينة بصح راني نحكي فيها أنا وطفلي، راني نقرا له ولا هو راهو يقرا، باش كي يقدر يعاود ينطق لي الحروف مثلا مليح ويتبع لي مليح الصورة ويقول شكاين. ولكن من الأحسن أنها تكون كاينة في كتاب، أو ممكن يكون فيه برنامج آخر كتحفيزي، أني كل ما نبدأ نقص من ساعة أمام الشاشة هذاك الوقت اللي كان الطفل يديره، نعمروا له مثلا أننا نديروا منافسة ما بيناتنا، إذا كانوا عندنا مثلا ثلاث أولاد ولا وراهم الوالدين، نديروا منافسة ما بيناتنا، ولما لا أننا نحفظوا آيات معينة من القرآن الكريم ويكون فيه تحفيز وتكون فيها جائزة، هنا رانا قمنا أعطينا للطفل فرصة باش أنه يحفظ القرآن. هذه وحدة، نحاول أنه يراه يستعمل هذه الشاشة، نطلب منه يفسر لي مثلا هذه الآية
كي يروح يفسر لي هذه الايه، حنا رانا ضربنا شعل من حاجه في وقت في وقت واحد، خليناه يتذكر ويحفظ، خليناه يفهم معنى تلك الايه، وخليناه كذلك انه يقوم بتفسير تاعها، انه يعرف واش معناتها المنافسه، واش معناته الوقت الضائع اللي كان مضيعه في الشاشه بدون افاده. دونك امامنا برامج كثيره، الطفل اللي يكون صغير تحت 3 سنوات وتقول لك انا مثلا باش نسكته، غير في الكوزينه عندنا بزاف صوالح قادرين نسكتوا بها الطفل تاعه ونخلوه ينمي المهارات تاعه، نحطوا غير في لاطابل، نحط قدامه فقط العلب قاروره المواعين، المواعين تاعنا بصح يكونوا تاع نيلون ماشي تاع الاخرين. دونك سيكو الطفل مجرد ما نحط له قاروره والبوشون تاعها ونخليه يحل ويبلع، هنا على الاقل رانا نقومو بتنميه المهارات الدقيقه تاعه. راهم عندنا علب بمختلف الالوان، راني نعلم فيه الالوان وراني نعلم فيه الاشكال فقط غير من المطبخ تاعي، بدون ما انه يوصل انه يروح حتى للشاشه وانه يقرا لي الالوان باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه. نقدر وحدي انا نعلم له. علاش انا وحدي؟ باسكو الشاشه خاليه من العاطفه، شاشه ما تمثلش البديل تاع الام، ما تمدلوش الحمايه، ما يمدلوش الاحتواء. لكن في علاقتي مع طفلي في المطبخ راني نقضي في صوالحي وراني نعلم فيه في داك في اشياء اخرى، دونك هنايا راني نقوم هنايا بتصحيح العلاقه اللي خونتها لي ولا اللي ادتها لي الشاشه لما عرضت ليها طفلي ملي زاد ولا ملي كان صغير، كما كنا ذكرنا في المره اللي فاتت. دونك باشياء بسيطه قادرين نعمروا وقتنا للاطفال. دروك راهي الرياضه مثلا، راهم دروك فتحوا الملاعب وفتحوا كاع المقرات تاع الرياضه، ندخل ولدي لاي حاجه يكون باغيها هو ولا نشوفوها راهي مفيده ليه، او حتى ولدا ما قدرتش نديه الى قاعه رياضيه لازمنا نتعلموا او نعلم ولدي تمارين رياضيه. ولما لا؟ الام والاب والطفل والبنت يقوموا عندي، سختو اذا عندي الحوش ولا عندي مثلا مكان، وعلاش لا ندير بعض التمارين الرياضيه، منها فايده ليا انايا كام وفايده ليا انايا كاب، وراني نعلم في ولدي العمل الجماعي، راني نعلم فيه الحركات الرياضيه، راني نعلم فيه التفاعل باش نخرجوا من هذيك العزله اللي كان فيها. كاين بعض الاولياء اللي يقول لك نخلي الطفل تاعي غادي يلعب من بعد يكره. نعم هذه كاينه بزاف، ولكن ما شفناش كرها، شفنا باللي راه يتبدل الالعاب تتبدل وتقعد هذيك الشهوه تاع الالعاب تزيد. بصح الى قدايبنا هنا نطرحوا السؤال، علاش راه باغي يتهنى من ولده؟ لا هو بالنسبه ليه انه بالك راه يعمل، بالنسبه ليه راه مهنيه، زعما ما راهش يعيط ما دونك ما راهش مهنيه. احنا هنا عندنا حالات، قادر الاب مثلا يكون جاي عيان، دونك سي كي ما يكونش قادر باش كي يهدر ولا باش كي يتناقش مع الولد تاعه. الاب مين يجي جينيرالمون للدار واش تلقاه؟ الاغلبيه تلقاه مقابل الاخبار، ماذا به هذيك الاخبار راهو يسمعها والطفل هنايا ما يديرونجيش ولا هنا ما يسببلوش ازعاج، يخليه مع هذيك الشاشه. دونك بصح حنا هنايا كيفاش وقتاش غادي نقدر انا كاب، باسكو حنا عندنا حاجه اسمها الاب الغائب. الاب الغائب هو حاضر هو موجود ولكن العقل تاعو ولا الروح تاعو راهو بعيده، ما راهيش طفل. كل ما نقول انه الطفل تاعي خليه راهو مع هذيك الشاشه، هنا راهي كاين راني نزيد نخلق في مشكله اخرى. ننصح هنا الوالد انه راني نشوف الاخبار وولدي راهو حدايا، نحاول اني نحي له مثلا هذيك الشاشه، كاين المكالمه أتفل. لا 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 صح، نحاول انه هذاك الطفل تاعي نخلي له الشاشه في يده، ونحاول اني نخلق صوره تاع حوار ما بيني ما بينه، فيما اللي نخليه يلعب وحده وراني نوصل فيه انه تدريجيا راه يدخل في الانعزال. دونك سي كو كاب نعاود ندخل في علاقه ثنائيه مع الابن تاعي، ولما لا اني نحاول اني ندخل جميع العائله معايا. كاينه مكالمه، نعم تفضلي. نعم مساء النور دكتور. مساء الخير. واش راك لاباس؟ اولا نحييك ونحيي اخي اسكندر اللي استقبلني، ونحيي كل المستمعين ونحيي الدكتوره. مرحبا بك على هذا ابو شيخي سمير. الحمد لله يعطيك الصحه. الحمد لله الله يسلمك. اولا حبيت نصحح الدكتور حجيج بلي ما نقولوش مرضى على اولادنا. نعم. وعلى شبابنا، هم ضحايا الموضه والتكنولوجيا المريضه والمنتقمه. انا نقول الالعاب المريضه اللي صنعت بايادي مريضه هي عدو للاجيال الرسول صلى الله عليه وسلم وشهدائنا رحمهم الله والجزائر ككل. بمعنى شهدائنا ضحوا باش اولادنا اليوم يذكروهم ويتكلموا عليهم كما كنت تقولي. نعم لا هنايا هنا من درت هذاك الاسم هي انه يليقنا نعطوا تشخيص
لهاد الناس، لانه يليق الواحد يتعرف على المشكل باش يقدر يعالجه. ولكن حقيقة أنا من قلت مرضى، قلت أنا ما نقدرش نسميهم مرضى في الحقيقة، ما قصدتش الكلمة المناسبة باش نعطيهم، ولكن كون ما نسموش ما كانش، وهذا ما كانش هو اللي خلى هذا المشكل. لأن احنا ما طرحنا هذا المشكل في هذه الإذاعة لأنه مشكل راه واقع، الناس بزاف راهي في الإدمان على هذه الألعاب الإلكترونية. ولكن شكون اللي راه يتكلم يقول راه عندي مشكل إلا احنا ما نبهناش باللي راه كاين مشكل؟ وهذا المشكل الآن، وماذا بكم بالزابل تاعكم، راكم تحيوا أنه كاين مشكل وليق له علاج. وهذا الحصة راه مديورة باش تعطيكم سبل العلاج. هم هذا الحصة ولا كل الأخصائيين في الصحة يقدروا يعاونوكم باش نوخروا الأطفال تاعنا ويكونوا بصحة جيدة ويقراوا مليح ويوصلوا أنه يديروا نتائج جيدة، وخاصة مع الدخول المدرسي اللي رانا نشوفوا فيه. هل هذا الإدمان تاع هاد الألعاب راه عنده مستقبل إذا ما قعدنا في حالة لا مبالاة؟ مستقبل من أي ناحية دكتور؟ المستقبل في العدد الأطفال أو الناس الكبار، هل المستقبل تاع المجتمع ككل إذا خلينا الوضع كما راه، كي راه غادي المستقبل تاعنا كي غادي يجي؟ نعم، التنبؤ هنايا اكيد غادي يكون سيء. احنا ما راناش غادي غادي نخلقوا مجتمع بليد. احنا ما عندناش احصائيات حقيقيه، اللي قلنا نديروا احصائيات باش نتعرفوا هل الاطفال تاعنا راهم باتصال بهذه الشاشات اكثر من ساعتين في اليوم. هذا سؤال مطروح لكل أولياء، لأنه هل الطفل تاعك راه يقعد في الشاشة أو في البورتابل أو في التابلت أكثر من ساعتين في اليوم؟ هنا وين يجي دكتور؟ نعم، قطعت لك كلامك. هنا وين يجي دور المخابر الجامعية اللي مختصة في الصحة النفسية، لأنه هما اللي يقوموا بالبحوث وإحصائيات. دونك لابد تكون فاتت كم دراسة مثل ما ذكرت، لكن ما عندنا حتى إحصائيات حولها. نعم، مكالمة أخرى. نعم، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم أستاذ والدكتور حجيج. وعليكم السلام. مرحبا. والله لا فرحت أنا في القعدة كيما هذه. ماذا بينا تنورونا، ماذا بينا تجيبونا كيما نقول إحنا ناس متقفين. إحنا رانا يخصنا ناس كيما أنتم سي حجيج، إلا قلكم تنورونا وتورونا كما كنت تهضروا على لي جو. هادو لي جو هادو احنا في قيسنا احنا ما كناش كان امنوا باللي التليفون نشوفوا بيه روحنا. ودروك الوقت هذا اللي راه فيه هذا يعيطوا له الغزو الثقافي. هذا من 20 طون 30 طون 40 طون هاد الدراري تاعنا اللي راهم دروك كيسرانهم، الا قلعوا العلماء تاعنا يخموا على الشيء اللي راجي خطر الشبيبه الا بدات تروح كيما هكذا. صعيبه صعيبة بزاف هذا، عيط الله غزو الثقافي أستاذ. نعم، لا حقيقة شوف أنا أعطيك واحد الظاهرة والله من قريتها تعجبت. ليصنع الأيباد يفهم أولاده ما يتفرجوش منع أولاده بالتقرب من هذه الوسائل التكنولوجية. هذه وسائل تكنولوجية عندها بلاصتها وعندها أهميتها، ولكن عندها الضرر تاعها. هذا الضرر اللي قلنا نفيقوا به أستاذ، ضرر كبير. أنا نشوف فيها ضرر كبير. على بالك ترى مش راهم يديروا درك هم العلماء تاعهم، مش راهم يديروا هذا التليفون هذا الانتيليجون هذا راهم بيدير واحد لوبسيون. قال لك التليفون يهضر مع البنادم يقول له انت شو تكون، لا مريض لا ماشي مريض، وهو يعطيه الوصفه تاعه يعطيها له. بينو راهم يخموا عليها تيخرجوها. الى قلعوا العلماء تاعنا المتقين تاعنا في الجزائر، الى قلنا يخموا من 20 طون 30 طون كي نديروا نسكوا. ودروك انا غدوه هذا خيط على الانترنت ينقطع. كي صرا لهم هادو حياة صعبة بسرات بسرات انقطعوا. شتي أو نعلموا ولادنا ماشي كانوا كي بنادم منقطع على التليفون، ولا كيما بنادم داك اللي يخص على الانسولين ولا
لا بزاف الا قلنا يشوفوا هذا الامر هذا لقنا نخموا عليه كي سي 20 طون طون باش نوقفوا مع ديننا ومع معليش حنا التكنولوجيا ماذا بينا حقيقه بين بكري ودروك الحياه تحت راه اللي كان يمشي متقف اللي راه ميادوا الناس ما نقولكش راه صاري لا اله الا الله محمد رسول الله بارك الله فيك بارك الله فيك يا نورنا سي حاجي ما تخليش الحياه كيما تجيب الناس كيما كان متقفين كل يوم تجيب لنا موضوع كل يوم تشيري مشروط الانترنت تجيب لنا كل خطره موضوع لا كل خطره غادي يجي موضوع من عندكم تقدروا تتصلوا بنا عبر الايميل انا تعملوا انت معايا شي وانا بغي نعيطوا كاع من شدك انت استاذ الله يكثر من مثالك والاستاذه وربي يحفظكم في ميزان الحسنات ان شاء الله ان شاء الله شوف تقدروا تتصلوا وتقترحوا المواضيع في هذه الحصه عبر الايميل الو دكتور 27@gmail.com لان هذه الحصه تاعكم انتوما اللي غادي تخلقوا المواضيع حنا رانا هنا باش نجيبوا هاد الاخصائيين في هاد المجالات باش نشوفوا كيفاش نعالجوا هذا الموضوع ولا ننبهوكم باشياء ربما فاتت لكم ولا ما لاحظتوهاش كاين شيء اخر هي من بكري ودروك الاطفال تاع بكري كانوا يخترعوا الالعاب تاعهم كاين ابداع الان ناخذوا اخر المكالمه السلام عليكم مساء الخير دكتور دكتور مساء الانوار مرحبا دكتور بغيت نطرح لك شيء على هذه الحصه والله جميل الناس راهم يلعبوا مواقع التواصل وهو يأدي الاطفال راهم كبار راهم يتبعوا المواقع نعم احنا نتمنى من الوالدين يوقفوا مع اولادهم خاطر الانترنت راهي مؤذيه نعم حقيقه نعم. لا حقيقه هذه حقيقة لاكومبانيمون التواصل وواحد يكون مع ولاده باش يروح عند هذا البحر تاع الانترنت عندك اولاد استاذة تستعملي الانترنت على جلد دراسة من الكبار يسحق معلومة ولا ما يستعملهاش كاع الا من يكون معي نقرا عندك اولاد مدام نقرأ الجميع دكتور مازال تقرأ الجميع الله يعاونك ان شاء الله الله يكون في العون ان شاء الله تواصلي في قرايتك ويكون عندك اطفال ان شاء الله وتحميهم من هذه الظاهره الجديده وان شاء الله يستعملوه بصفه ايجابيه لانه الانترنت ما راش نقولوا نقلعوا كل شيء رانا نقولوا ان بعض الاحيان عند بعض الاطفال يليق قوانين اللي يخلو ندو الفايدة ما ندوش الضرر نشكرك على هذه الحصة وهذه المعلومات أظن أنها مفيدة وإن شاء الله في ميزان الحسنات ونشكر سي اسكندر اللي قعد معنا في هذه الحصة ونشكر كل الذين تدخلوا عبر الهاتف في هذه الحصة نعطيكم موعد إلى الأسبوع الآتي إن شاء الله في موضوع آخر اللي غادي أنتم تقترحوه إن شاء الله والسلام عليكم